بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم حسن المزوري من أكاديمية الجرافيك من دولة احتراف برنامج مونتاج العران سايبر لينك باور دايركتور 10 ألترا. اليوم سنشرح شيئا مميزا وشيئا لربما يستفيد العديد منه الذين يعملون شروحات أو الذين لديهم مقاطع فيديو خاصة بهم أو أي شيء يقوم بإنتاجه عبر أي برنامج من برامج المونتاج، ألا وهو إضافة طابع سينمائي للفيديو هذا. كيف ذلك؟ سأعطيكم الآن مثالاً سنقوم بالشرح عليه. طيب، هذا الفيديو الذي سأشغله الآن قمت به عمل إضافة طابع سينمائي له. طيب، الآن أشغل. لاحظوا في البداية هنا الشريط الأسود من الأعلى والأسفل، هذا في البداية أضفته، تضيفه معظم الأفلام إلا إذا ما قلنا جميعها تضيف هذا التأثير. وأيضا إضافة الجوانب السوداء هنا في هذا المكان، هذه إضافة طابع سينمائي أيضا لهذه الفيديوهات. لو أتينا إلى التشغيل الآن، أضاف طابعا لهذا الفيديو. طيب، ننتقل الآن إلى البرنامج. هذا الفيديو الافتراضي موجود في أي ويندوز. طبعا يقول لنا بأن يجب تغيير أبعاد الشاشة، نقول له أوكي. طيب، لو أتينا إلى التشغيل الآن، لاحظوا أن الفيديو عادي ليس فيه أي شيء. طيب، في البداية سنضيف الجوانب السوداء، الشريط الأسود من الأعلى والأسفل. طيب، كيف ذلك؟ نحدد الفيديو ومثل ما اختار موديفايل أو موديفاي، ومن ثم نختار هنا آخر خيار، خيار الماسك، ومن ثم نختار بجنب علامة إكس هنا نختاره مرة واحدة، ومن ثم نأتي في الأسفل نحط هنا maintain mask aspect ratio، نقوم بإزالة علامة الصح هنا و سنرى الفيديو الآن. لاحظوا هذا الفيديو بهذا الشكل، نقوم بتكبير هذه الاتجاهات هنا من جهة اليسار وأيضا جهة اليمين، وإلى أن نصل إلى نهاية أيضا نفس الأمر لهذا الجانب. طيب، ومن ثم نرفع قليلا، لاحظوا هذا المستطيل هنا، ربما أنتم لن ترون شيئا الآن لكن سأشغل الفيديو ونرى الأمر، نجعلهما متساويين. طيب، بهذا الشكل نعمل بلاي. لاحظوا هذا يجب الشريط الأسود من الأعلى والأسفل، لاحظوا الشريط الأبيض هنا في الأسفل وفي الأعلى، نختار سيف لعملية الحفظ. طيب، لو أتينا التشغيل الآن لاحظوا العمل، أضاف طابعا مميزا لهذا الفيديو. الأمر الثاني، أضيف الجوانب السوداء من هنا، نفعل ذلك عن طريق فلتر اسمه فوكس، نختار من فلاتر هنا فيكتروم F4 اختصارها، ومن ثم ننتقل إلى فيجوال هنا في هذه الجهة اليسار، ونختار الأمر فوكس هنا سحب إفلات إلى الفيديو، ومن ثم نختار بعد أن نحدد الفيديو طبعا نختار إفكت، نذهب إلى التأثيرات، عندنا تأثير فوكس هنا، عندنا هنا الجوانب جريدينت ديبث، نقوم بزيادتها لكي يصبح على الجوانب فقط، ونقلل من الطول والعرض الخاصة به هذين الفلترين بزيادتهما أيضا. طيب، لاحظوا هنا أصبح بشكل جيد وإدارتنا أكثر. طيب، عندنا هنا نوع التأثير هذا، إذا أردناه باللون الأسود ضوء أسود، إذا أردنا تغييره نختار من باك جراوند كلر، مثل ما نختار مثلا أزرق، ثم نختار أوكي. لاحظوا جوانب أصبح الزرقاء، نحن نفضل الأسود لأنه يتراهم مع كل شيء. ومن ثم عندنا البوزيشن هنا الموقع، موقع هذا التأثير يمكن أن تغييره على اتجاه مثلا معين فقط هنا أو هنا أو هنا، ولكن يفضل وضعه في الوسط. نختار أول ثاني سيت تقريبا جاي الوسط، نختار أوكي، ومن ثم نقوم بتشغيل النهائي. لاحظوا
هذا هو الفيديو، تشغيله نهائي، أكبره قليلا لكي يصبح واضحا عندكم، وأنا أختار بلاي، نرجع من البداية، أختار بلاي ولاحظ الأمر. لاحظتم الأمر الآن، هذا كان كل ما لدي، أتمنى تكونوا قد استفدتم من الدرس، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.